وسهلا بكم في قناة الهان الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله سوف أتحدث عن قصة بعنوان كيف نختار ردة فعلنا في الظروف الصعبة. في أحد الأيام شكت طفلة لوالدها ما تعانيه من مشقات الحياة. أخبرته أنها تعيش حياة تعيسة ولا تعلم كيف تتجاوز كل المصاعب التي تواجهها، فما إن تتغلب على مشكلة ما حتى تفاجئها الحياة بمشكلة أكبر وأقصى. كان والدها طاهيا بارعا، فطلب من ابنته مرافقته إلى المطبخ، وهناك أحضر ثلاث أوعية ملأها بالماء ووضعها على النار، وبمجرد أن بدأت بالغليان وضع حبات من البطاطس في الوعاء الأول وحبات من البيض في الوعاء الثاني وحفنة من حبيبات القهوة في الوعاء الثالث وتركها تغلي دون أن يقول شيئا. أصابت الطفلة الملل وبدأ صبرها ينفد، وراحت تتساءل عما يفعله والدها. وبعد 20 دقيقة أطفأ الأب الطيب النار وأخرج البطاطس والبيض والقهوة ووضع كل منها في وعاء زجاجي شفاف. التفت بعدها نحو ابنته وقال: ماذا ترين؟ بطاطس وبيض وقهوة. أجابت مستغربة: ماذا تقصد يا أبي؟ قال الأب: ألقي نظرة أدق والمسي حبات البطاطس. وكذلك فعلت الطفلة، فلاحظت أنها أصبحت طرية، ثم طلب منها أن تكسر البيضة، فلاحظت أنها قد أصبحت أقسى. أخيرا طلب منها ارتشاف القهوة، فلاحظت أنها لذيذة. ابتسمت الطفلة ابتسامة خفيفة: أبي، ماذا يعني كل هذا؟ سألت الصغيرة في عجب، وهنا شرح الأب قائلا: كل من البطاطس والبيض والقهوة واجهت نفس الظروف، الماء المغلي الساخن، لكن كل منها أظهرت رد فعل مختلف. فالبطاطس التي كانت تبدو قاسية قوية أصبحت طرية ضعيفة، والبيض ذات القشرة الهشة تحول السائل فيها إلى صلب. أما القهوة فكانت ردة فعلها فريدة، لقد غيرت لون الماء ونكهته وأدت إلى خلق شيء جديد تماما. صمت الأب قائلا ثم واصل: ماذا عنك أنت؟ عندما تواجهك ظروف الحياة الصعبة كيف تستجيبين لها؟ هل تبدين ردة فعل كالبطاطس أم كالبيض أم كالقهوة؟ الدروس المستفادة من هذه القصة: تحدث في الحياة من حولنا الكثير من الأمور، وتواجهنا الكثير من الصعاب والأحداث المؤلمة، لكن لا يهم منها شيء، فالمهم حقا هو كيف نختار ردة فعلنا على هذه الصعاب. هل تحطمنا وتجعلنا ضعفاء كالبطاطس؟ أم إنها تحولنا إلى أشخاص قصاط من الداخل كما هو الحال مع البيض؟ أم إننا نتعلم منها ونستغلها في تغيير العالم من حولنا وخلق شيء إيجابي جديد مثل القهوة؟